ما تعد بقى يا ابني الفلوس، خلينا نخلص. الشنطة فيها اللي اتفقنا عليه، والباقي هكتب لك بشيك. مش هعدهم. يبقى خدوا على البركة، أنا اللي عدهم بنفسي. أصل أنا بقى من لعبتي عد الرز، ما أنت عارف. لعبة لطيفة جدا. لا خلي الفلوس، أنا مش عايزها. خلاص أنا قررت إن أنا مش هبيع. نعم يا أخويا، أنت تهزر ولا إيه؟ إحنا مش متفقين. جرايا يا عاصم، أنت جالك مشتري بسعر أعلى ولا إيه؟ لا، إنما فرجت. منين يا معلم؟ الست الوالدة حنت علينا ولا إيه؟ لا، فلوس نزلت عليا من السماء. مالك يا عاصم، في إيه؟ مش أنت عاصم اللي إحنا نعرفه؟ فالنهاردة واحد تاني. قول لنا بقى مالك. إيه يا عاصم؟ في إيه؟ هو أنت بقى مزاجك رايق شوية فقلت تيجي تشتغلنا؟ صح، عرفت إزاي؟ عيب، أنا ما أعرفكش. لا يا توفيق، صاحبك النهاردة في حاجة غريبة. إيه هي بقى؟ مش عارفة. أستاذة أنا شغال في المهندسين. ملناش دعوة دلوقتي بالمهندسين، الشركة دي الشركة الجديدة بتاعت عاصم بيه، يعني هو صاحب الشركة وأنا المديرة. المهم بقى قولي، كنت بتاخد قد إيه في شغلانتك القديمة؟ أنا باخد في الشهر 550 وليا نسبة في التبس، كل شهر بتعمل 150 200 جنيه. يعني نقول 750؟ اه. هديك 800، ولو في أوفر تايم ولا حاجة هيعدي لك الـ 1000. المهم دلوقتي تتصل بشغلانتك القديمة وتقول لهم إن أنت مش معاهم النهاردة، يلا. حاضر. اهلا عاصم باشا، ازيك يا ميزو؟ صباح الفل. ايه الجمال ده؟ ايه رايك بقى؟ ايه الجمال ده؟ بص شايف، تعالى تعالى هوريك حاجات تانيه جامده قوي. تعالى يلا. بسم الله ما شاء الله. ايه الجمال ده؟ حلوتي قهوه قهوه يا شهيره. انا طول عمري حلوه يا عبيد. طبعا، بس المره دي مترقعه وفايره زياده عن اللزوم. من الاخر بقى، انت ست ست زي الكتاب ما بيقول، مش شويه الجرابيع بتوع حلقوش اللي جايبهم لنا من حوار الكمونية. قصدك اللي اسمها دولت؟ انا سمعت انها بقت حاجة تانية خالص. اصل في واحدة اعرفها اسمها لمياء، معايا في الهيلث كلاب، كانت ماشية مع عاصم المنسي، خطيب جميلة بنت ضية. المهم لمياء قالت لي انه ماشي اليومين دول مع بنت بيئة كده، بتشتغل سكرتيرة في مكتب ضية. انا استغربت، ما صدقتش، بس هي اكدت لي. اللي اقول يا عبيد، هي جميله فسخت خطوبتها مع الولد ده؟ يعني تقريبا كده زي ما تقولي في مشاكل، بس انا مش عارف هي ايه بالظبط. بس انت متاكده من اللي بتقوليه ده؟ شايفه دولة أقل من إني أقعد أتكلم في سيرتها أصلا. خلينا في المهم، كلمتك عشان عاوزاك في حاجة محرجة كده، بس مش لاقي حد أكلمه فيها غيرك. أنت عارف مدى قربك بالنسبة لي. حاجة محرجة؟ حاجة حريمة هذا من المؤاخذة؟ البضاعة اللي بتقول اللي هي عندك دي يا دولت، إجمالي سعرها كام؟ أنا هكون صريحة مع حضرتك، إجمالي سعر البضاعة دي 1,750,000، وأذونات ومستندات الاستيراد الرسمية معايا لو تحب تطلع عليها عشان تتأكد من كلامي. شوف أنت بقى هتحط عليها مكسب كام للشركة، ومش هنختلف، وفي الآخر البضاعة توصلك لغاية المخازن بتاعتك في البدرشين زي ما أنت عايز. الله الله يا دولت، انت مريحة جدا في التعامل، غير ضياء خالص.
ضياء ملاوع وكذاب وطماع، يضرب المكسب في اتنين في تلاتة زي ما ترسم على الزبون. ده بيان بالصنف والسعر والكمية. خلاص يا دولت سيبيه، أنا هشوفه واستني مني الرد. معقول؟ بقى أنت محتاجة فلوس يا شهيرة؟ ده بقولي كلام غير ده. طب ده أنت لو عملتي في صوابعك كده 100 راجل يرموا بيضهم تحت رجليكي. من غير هزار، الدنيا جت لحد عندي وتربست يا عبيد. انت عارف ان انا ما اشتغلتش من ساعه ما سبت الشركه، كنت بعتمد على المبلغ اللي ضيا كان بيبعتهولي معاك كل شهر، وهو قطعه عني. طب وانت محتاجه ايه شهيره؟ انت مش فاهمه نفسك كويس، انت ست تتقل بالذهب. بعدين ما انت بسم الله ما شاء الله، تظبيطات والمظات وذهب كله ده فالصو. وبعدين انت هتقر عليا يا عبيد ولا ايه؟ انا بعت كل اللي عندي، هصرف منين؟ عموما انا لو معايا قرش متوفر ما بخلش بيها لك ابدا، تعرف. بقولك ايه، ما تشوف لنا بنك كده يديني قرض انا وانت. انا مش طالبه منك انت يا سنكوح، انا طالبه منك تكلمني ضيا وتقول له شهيره مفلسه وتحنن قلبه عليا. لا لا لا، مشوار ده تعمليه بنفسك انت، تروحي لضيا بيه وتقابليه وتقولي له طلبك، انما انا لا، ده هو اصلا قالب عليا. انت عارفه انه من ساعه ما رجع الشركه مش عارف اقابله ومديني السكه. رجع الشركه؟ ضيا رجع؟ لا ومالك اتخذت قوي كده؟ ياك ما كنتش تعرفي يا شهير. طب لو ما كنتش تعرفي ايه اللي خلاكي تطلبي مني ان انا اروح معاكي عشان تكلميه؟ لا انا عارفه، عرفت عادي يعني، بس كنت فاكراه بيرتاح بعد اللي حصل له، فتره نقاهه يعني. سنتي بتقولي فتره نقاهه وزودتي عليها وقلتي بعد اللي حصل، انا بقى عايز اعرف نقاهه مني وايه اصلا اللي كان حصل؟ معرفش بقى يا عبيد الله، كل اللي اعرفه انه عمل حادثه او حاجه زي كده وكان تعبان. سمعتي منين بقى ان شاء الله؟ خدي بالك الموضوع ده مفيش حد يعرفه بتاتا ولا حتى مراته. خلاص يبقى انا معلوماتي غلط. معلوماتك غلط؟ وايه هي بقى معلوماتك دي ان شاء الله؟ الله، اللي سمعته يا عبيد اللي انا لسه قايلاه، انت هتحاكمني ولا ايه؟ ولا حجمك ولا اي حاجه، انت بس قصدك بتقولي كلام عمري ما سمعته قبل كده وخلى دماغي لفت. خلاص، وبعدين هو مش ضيع عندك؟ روح اساله، ما تسالنيش انا. وبعدين يا سيدي لو الموضوع اللي انا بقول لك عليه ده واقف لك في زورك وعامل لك حساسيه، انا مش عاوزه منك حاجه، انا هتصرف. توصلي لي معلومة ولا جاية تاخدي مني معلومة شهيرة؟ عموما حيبان. ايه ايه؟ دولت بقى دولت هي اللي عاملة الهيلمان ده كله؟ بنت زينب الخدامة ابا عن جد؟ وبعدين معاك يا ماما، سيبك من النغمة دي، الدنيا بتتغير. المهم احنا مضينا شركة مع بعض، والشركة وإدارة الشركة وتعاملاتها كلها باسمي أنا. لا تكون بتنتقم منك عشان خطبت جميلة وسبتها، تكون بتعمل فيك مغرز ولا تعمل فيك مصيبة. أه يا خوفي يا لهوي، هي الحداية يا ابني بترمي كتاكيت. لو كانت ناوية على مصيبة كان سابتنا أخش السجن، مش ترجع لي عربيتي وترجع لي وصولات الأمانة اللي عليا وتمضيني عقد ببضاعة مستوردة جاية مكسبها 650 ألف جنيه والأرباح 50-50. 600 ايه؟ صحيح الحظ لما يقاتي ما يعرفش الباشا من القراداتي. شركة ايه يا حبيبي اللي هتفتحها البت دي؟ دي كبير هتفتح الكوتشينه اشوف نفسها هتتجوز ولا تعنس. بعدين معاكي يا ماما، سيبينا نشوف شغلنا. انا قلت اقولك عشان ما تتفاجئيش لو طبيتي عليا في الشركة او حد يقولك من بره.
ما يمكن البت دي بتشاركك عشان تدرى فيك. هي جابت كل ده منين؟ سرقت ولا نهبت ولا لعبت لعبة؟ خفي عليها شوية يا ماما، احنا لسه بنقول يا هادية. وشها حلو عليك. آه يا خوفي من اللي ببالي. يعني ايه؟ ده اللي انا عرفته. ضيا نزل راح مكتبه. ده كلام عبيد خدامه المخلص. يعني ايه؟ يعني ايه؟ رجالتنا اللي في اسكندرية عميانين وبنصبوا عليا. امال الزفت ابو هيثم السمسار اللي اتصل عليا من يومين وقال لي ان كل حاجة تمام والامور زي ما هي ومفيش حاجة اتغيرت. شهيرة، انا مفيش قدامي غير حل واحد، ابعت صبري الليلة اسكندرية هو هيجيب لي الفولة بالظبط. لا وفي حاجة كمان، ضيا ما روحش بيته ومراته ما تعرفش هو فين ولا تعرف اي حاجة عنه. يعني ايه؟ انا كده مش فاهم حاجة. يعني من واحد انضرب عليه نار وبيطلع في الروح، الواحد نزل الشغل بتاعه وبيمارس حياته عادي كأنه ما فيهوش اي حاجة. لا ضيا فرحات لا بدل في الدرة ونويلي على مصيبة. ما تتكلم على طول وبلاش لف ودوران. حادثة ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ انا كنت فاكر ان حضرتك سمعتي حاجة عن الموضوع ده، لان انا عرفته عن طريق واحد قابلته بالصدفة كده يعرف الباشا ده. حتى الراجل ده قال لي ان معلوماته ممكن تبقى غلط. انا مش مقتنعة بالكلام ده خالص. حادثة ايه؟ وبعدين يا سيدي فلنفترض ان هو عمل حادثة، هيخبي علينا ليه يعني؟ بقولك ايه، انا مش داخل عليها الحدوتة دي. صارحني وقولي الحقيقة. كل أسراره عندك يا سيدي. مرة من نفسي احكيلي، ده انت البير بتاعه. لا يعني مبير ايه وأسرار ايه ومرة من نفسك ايه؟ لا لا لا، وضيا بيه عنده أسرار؟ ده بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك فيه، ضيا بيه ده شفاف، يعني زي ما تقولي كده لوح إزاز. يا ريت كل الناس زي والله. يا راجل شفاف زي الإزاز؟ ده انت كذاب قوي. انا عارفاك طول عمرك كذاب وطول عمرك ستاره. ستاره؟ انا ستاره يا هانم؟ طب ده انا عمري ما خبيت على حضرتك حاجه، ده انا كل حاجه كنت بخليها في النور كده. ده كان متجوز قبل كده مرتين وانت كنت شاهد عليهم. ده انا شفت عقد وكانت امضتك منوره قد كده. في ايه يا هانم؟ يا هانم واضح ان انت النهارده عصبيه شويه. والله انا عصبيه؟ ها بقول لك يا عبيد، انا مش عايزاك تجي لي هنا كل شويه تسالني عليه. انا عندي سؤال وعايزه رد واضح وصريح. ضيا متجوز عليا؟ ما ترد. الله، بقول لك ايه، انا مش هتصدم، ما تخافش عليا، ما تخافش، دي مش اول مره وانت عارف. متجوز عليا عبيد؟ اهلا انسه جميله، عاوز عاصم بيه طبعا. بالظبط، اوعى تقول لي انه مش موجود عشان انا عايزاه ضروري. هو فعلا مش موجود. طب ما هو نور المكتب والع اهو، انت بتكذب ولا ايه؟ يا استاذه هكذب عليك ليه؟ هو مش موجود. ده المكتب اتجدد كمان. بعد اذنك، عاصم بيه منع دخول المكتب وهو مش موجود. انت مين انت يا دافع عشان تقول لي انا ادخل امتى وما ادخلش امتى؟ شكرا لذوقك، اشكرك. لما يجي اللي مشغلك يعرف شغله معاك. معلش يا ميزو، حقك عندنا، بس تاني مرة ما تدخلهاش من عتبة المكتب، ما تخليهاش توصل لغاية هنا، فاهم؟ تحت أمرك يا فندم. الكذاب بيلسن عليا انعام جوا من ناحيتي، نية سودة عمال يشنع عليا وعاوز يوديني في داهية، وإذا كان على موضوع كريمة ده بقى. ويكون في علمك إذا كان على موضوع كريمة فهو اللي وزني عليها، عليا النعمة هو اللي حرضني،
وقال لي خطيبتك خانتك وماشيه مع واحد تاني وشرفك ضاع والخيانه جزاءها الموت، وهو اللي مشاني وراه، وهو اول من رمى عود الكبريت في البنزين ورمى من فوق السطوح على منور كريم الله يرحمها. واذا كان قال لي الكلام غير كده اهو يجي يواجهني. هو خايف مني ليه؟ خايف مني ليه؟ ربنا يسامحكوا على اللي انتوا عملتوه، بس يعني من الاخر كده انتوا مالكمش الا بعض. اوكا مالوش صاحب غيرك يا شحت. صاحب اخوكي لما شاف جارتي انتصار عينها مني، راح جري عليها وقال لها عاوز اتجوزك وسيبك من شحته، وحكى لها على تاريخ الاسود كله. انا عايز اعرف حاجه واحده بس، هو بيكرهني ليه؟ بيكرهني ليه؟ ربنا غفور رحيم. خلاص يا شحت، لما يجي اوكا انا هبقى اشوف اخرتها معاك. بقولك انا عام، قولي له يتقي شري، انا عملت حسابك وجيت لك لغايه عندك، بعد كده محدش يلوم عليك. في هلا يا حاج، يا حاج الحق يا حاج سماحه، تقول من نفسها من فوق بتقول ايه؟ الحق يا نهار اسود بسرعه يا سماح. اهدي يا سماح، اهدي يا حبيبه خالتك، اهدي. لا بتقول ليه حبيبه خالتي؟ لا ارجع يا بنتي، حرام عليكي، مش حبيبه حد يا حاج سماح. لا مش حبيبه حد. سماح ايه اللي طلعك فوق يا بنتي؟ انت واقف جنبي يا حمار تعمل ايه؟ هطلع مع بالدوليب اللي بره يجوا ينزلوه. هتحرك يا حاج، ربنا خليك يا بنتي، انا هطلع انزلك ما تخافيش. لا مش عندك نفسك وحامل لك مصيبه هنا، انت عارف ليه بقى؟ وافق وافق يا حاج، دي دماغها ناشفه ممكن تعمل في روحها حاجه. طيب طيب يا حبيبتي، طيب يا سماح. طيب ايه؟ ها؟ طيب ايه؟ طب يا حبيبتي خلاص موافق على ايه؟ معرفش انا على ايه يعني موافق. موافق على العريس، على هشام. يلا يا حبيبتي، يلا يا حبيبتي، يلا يلا يا حبيبتي. على فكرة جايبة لك حاجة على ذوقي، بس يا رب تعجبك. يا دولي أنا مش عارف أعمل فيك إيه. متشكر قوي على كل حاجه يا دولي. متشكر؟ انا عشانك يا عاصم اضحي بعمري كله. يا دي العكنه. ايوه يا بدر بيه، بتقول ايه؟ طيب هكون عند حضرتك الصبح ان شاء الله. في ايه يا دوله انت؟ في حاجه؟ خالص، ده شوية شغل على شوية اتفاقات، ما تشغلش بالك انت بالقصة دي. ومين اللي هتروحي له بكرة ده؟ ما انا قلت لك بقى، ما تشغلش بالك انت. حاضر. هشام أنا شايفاك مهموم ليه؟ يا واد أنا فاهماك كويس قوي، وشك متغير ومزاجك متعكر. ولا حاجة، ولا حاجة. ولا حاجة؟ ولا انت بتحب واحدة تانية وانا معرفش؟ بتتكلم على طول يا ولا. كنت يا امه. ما انا عارفة انك كنت، انت فاكرني يا واد مش عارفة ايه اللي بيحصل من ورايا؟ طب ايه رأيك بقى؟ انا عارفة ان انت عينك من مين. مين؟ لبنى صاحبة اختك. هو انا بلعب؟ ده انا ياما سمعتك وانت بتكلمها في التليفون بالليل. بس لبنى دي مش كبيرة عليك شوية؟ انا سمعت من اختك يعني انها بتدور على اي راجل تتجوزه وخلاص، بدل ما تبقى قاعدة كده عايز. الموضوع ده راح لحاله، قفلي على السيرة والنبي. اهو ايوه كده طمنتني يا حبيب، صحصح بقى كده وبص لمستقبلك. مصحصح ليش؟ نشوف اخرتها ايه.
دولت الحمد لله على سلامتك يا ديبي. اقسم بالله يا ضيه، دولت دي فيها جدعانة تكفي بلد بحالها، وقفت جنبنا وانت واقفة ما فيهاش اجدع راجل. انت فاهم كلامي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك يا ابو الشباب، مرني فاكر لما قلت لي ان المدير بتاعكو بيوصل هنا الساعه 9 الصبح؟ يا ترى هو موجود فين دلوقتي؟ ايه حضرتك رجعت في كلامك وناوي تجرش عندنا ولا ايه؟ يا عم قصر، وانت هتفتح معاه موضوع، فين هو؟ طب بالراحه، هناك اخر الطرقه. اخر انهي طرقه؟ الطرقه اللي هناك دي. دي؟ اه ماشي اخويا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت جيت زرت الجراج مرة قبل كده، الجراج عجبني جدا، وإحنا بقى شركتنا عايزين نجرش العربيات بتاعتنا كلها هنا، العربيات النص نقل والعادة كل العربيات، بس إحنا كنا طامعين في حاجة بعد إذنك، يعني إن إحنا هيبقى لنا سعر خاص شوية. لا حضرتك مش هينفع، لأن أنا آخر خصم عندي 5%، وحضرتك فكر بقى. يا عم خمسة دي؟ قول 10 لعلمك بقى. احنا صاحب الشركة بتاعتنا بنفسه وبيجرش عربيته هنا، اي اللي هناك دي المرسيدس البيضة ام سقف اسود. ايوه حتى بالامارة اللوح بتاعتها ميم جيم 2245، وهو بالامارة بعت واحدة ست هي اللي اتفقت. حرمة يعني؟ حرمة؟ ايوه موجودة اهي، دولة حجازي دي، ست غنية جدا، وايه معاملتها لارج برنسيسة. من ناحية برنسيسة، هي برنسيسة. أنا عارف أمها اسمها الأميرة. هي دولة فيك إيه؟ قلقانة كده وخايفة. كل حاجة عملناها لضية أنا اللي مسؤول عنها. إلا إذا كنت عملتي حاجة أنا ما أعرفهاش. أنا أبداً والله يا بدر، بيما كله على يدك. أنا بس بفكر يعني طالما حالته بقت أحسن، ليه ما نبلغش مراته وبنته عشان يجوا يشوفوا؟ قلنا له، هز دماغه قال لأ. وانا كنت عارف ان هو هيعمل كده. طيب هو الدكتور قال لك يعني قدامه قد ايه عقبال ما يرجع بيته وشركته؟ قدامه من 2 لـ3، عشان كده عايزك تستحملي شويه وانا رقبت بيكي. طبعا من عينيا. سرحانه في ايه؟ ها؟ ابدا ابدا يا بدر بيه. طيب تعالي عشان يوصلك جريش. لا بتهرج يا توفيق. ما انا لما توفيق قال لي الخبر ده برضه انا اتفزعت زيك كده يا لولو. بقى عاصم ساب جميله فرحات ويروح يخطب البنت السكرتيره الجربوعه دي؟ يا شيخه جربوعه دي حرام عليكي، شغاله في بيزنس دلوقتي كبير جدا. يا بنتي ده انا لما رحت مع توفيق نبارك لعاصم على شركته بعد ما جددها شفتها، وقو يا لولو بقى ما اقولكيش بقت واحده تانية خالص. يا بنتي ده انا اكتشفت احنا اللي بقينا جرابيع مش هي. يلا بقى الانصاص قامت. كده بقى وضحت الرؤيه. صاحبك شاف المصلحه فين وقام محاوط بالدركسيون. انا حافظاه اكتر ما انا حافظه رقمي القومي. بقول لك يا لميا، عاصم صاحبي ما احبش حد يتكلم عليه كده قدامي. بقول لك ايه، عاصم شايل قلبه وحاطط مكانه حصله وانت عارف. يوه طمنيني بس الاول على فريد جوزك، اخبار صحته ايه دلوقتي؟ ها طلع من المستشفى ولا ايه لسه؟ فريد بيخرج من تعب ويخش لتعب تاني، يخرج من المستشفى ويرجع للمستشفى في نفس اليوم ويقعد بالساعات. دي حاجه بقت ممله وانا تعبت. البار ده ممكن نهده عادي، هنا بقى متخيل ليفينج روم، كنبه بيضة جلد كبيره، شاشه كبيره، شويه دلع كده. المهم ان الشقه شيك جدا، ودخت عقبال ما الاقي شقه زي كده وبالسعر ده. عجبك ايه؟ المهم تعجبك انت، عشان انت اللي هتفرش الشقه دي، كمان هتفرش الشاليه بتاع العين السخنه اللي هنستلمه الاسبوع الجاي ان شاء الله. تقولي ايه حبيبتي، انت اللي دافعه. طب وايه المشكله يا حبيبي؟ مش احنا خلاص بقينا شركة؟ يبقى خلاص فلوسي هي فلوسك وحاجتي هي حاجتك. ماشي.
هتكلم صاحب الشقه امتى عشان تمضي العقد؟ بص انا بفكر نكتب الشقه دي كمان باسمك زي الشاليه وزي العربيه بالظبط، مؤقتا يعني كده لغايه ما الظروف تتحسن. هو في ايه يا دولي؟ انت خايفه ولا ايه؟ ايه كل حاجه باسمي وانت من الدهري مش ظاهره خالص؟ في ايه؟ احنا بنعمل حاجه حرام ولا ايه؟ ايوه طبعا انا عارفه يا حبيبي ان احنا ما بنعملش اي حاجه حرام، بس يعني كل ده ممكن يخلي الناس تتكلم عليا، يعني يحسدوني، يبصوا في الحاجات اللي انا عملتها. وبعدين بصراحه بقى بيني وبينك انا خايفه يقولوا انها سرقت ولا نهبت ولا اخذت حاجه من الشيك. والفرح كمان سكتي؟ ما كانش العشم يا قط خلتني مسواش بصله قدامه، ما بقتش قادره اقيم عيني في عين شحت ولا عارفه اقول له ايه لسان اتلجم. ربنا يسامحه ليه رقبتي زي السمسمه. بعدين تعالى قول لي هنا ايه موضوع كريمه خطيبته دي اللي ماتت محروقه؟ شحته بيقول ان انت اللي وزيت. اهي كريمه دي بقى كانت ليا انا، كانت لاخوكي، بس شحته اكل بعلاها حلاوه ولفها واخدها مني، قمت انا بقى ايه رددها له في انتصار واخدها منه. واحده بواحده. اخص عليك ليها حق، مراتك الاولانيه اللي طفشت منك كانت دايما تقول لي انا عام. اخوك بيكره نفسه، اخوك جواه اسود، وانا ما كنتش عايزه اصدق. اسود؟ ما كانش العشم يا اختي، انا لو جوايا اسود صحيح كنت كلت الاكله الحلوه دي لوحدي. يلا بقى معايا بسم الله. ويا ست ما تخافيش، بكره ان شاء الله هطلع على عطوه المقاول اجيبه يرمم لك البيت ويخليه لك قسط. اوكي، انت معاك الفلوس دي كلها منين؟ كباب وكفته وفاكهه وحلويات ويرمم البيت وقسطه. اوكي، القرش الحرام اخرته ندم وبكى، تبقى قطيعه بيني وبينك ليوم الدين. يا اختي كلي بلاش الظن الوحش ده بقى، وبعدين اخص عليك انا عام. تعالي هنا. ايه تقطعيني دي؟ انا اتولدت في الدنيا ما لقيتش غيرك قدامي. يا اختي انا عام، انا ماليش غيرك في البشريه دي كلها. اقسم لك بالله يا حاج انا جبت لك الورق اللي يضمن لك حقك عند ضيه فرحات، وانا عارفه ان انا بحط روحي على كف. قولي لي بقى هتتصرفي ازاي لما ضيه فرحات يعرف؟ اولا يا حاج انا ناويه اسيب شركه ضيه فرحات خالص، بفكر ابقى رئيسه نفسي واعمل شويه شغل على قد كده. وثانيا يا مراس فلتانه، ثانيا يا حاج انا معتمده على الله وبعدين عليك، انا طالبه حمايتك. خلاص اعتبري نفسك في حمايتي، واذا عايزاني عيله حراسات خاصه لو خايفه اطلبي. ربنا يكرمك يا حاج، انا بس لي عشم في الطلب اللي طلبته منك قبل كده. طلب ايه؟ سماح بنتك وهشام اخوي. سماح. خلاص الخميس الجاي تجيب هشام وتيجي نتفق ونرتب كل حاجه. شد طولك يا بيه. صعب شويه. سهله والله. يا حبيبتي ايه النظام؟ الجهه الشمال فيها مشكله، فيها شلل، شلل النصف مشكله، عشان كده النطق عنده سليم. خسرتك ايه يا بدري بيه؟ والحمد لله، احنا كنا فين وانا فين؟ اتقدم كتير كتير قوي. طب كمل جميلك بقى وخليه يقف على حيله كده واشيش انا وهو على شط البحر. ماشي يابا. ان شاء الله اخليه يتمشى معاه على شط البحر، بس بعكاز. ايوه يا عم، مين قدك النهارده؟ عريس، عريس رسمي.
الموضوع مش سهل كده يا دولة زي ما انت فاهمة. لو كان على فلوسكم وسافرت الامارات السعودية عادي ما انت حاولت يا هشام وجريت شمال ويمين يا حد النصابين ما خدوا منك 15,000 جنيه على انهم مكتب سفريات وفي الاخر ادوا له بومبا وكتب على نفسه وصولات امانه كان هيروح في 60,000 درهم خد يا زوزو ده عشانك ده عشانك يا هشام على الله يكمل الله يسلمك لولا ان انا ربنا نفخ في صوتي وانقذته يو يا دولة هنعيده تاني اسمع يا هشام انا مش هخاف على مستقبلك اكتر منك بس انت داخل على جوازه تقيله قوي انت هتناسب واحد من اغنى اغنياء الجيزه يعني الجوازه دي هتوفر عليك سنين شقه كتير قوي ايه ده يا دولت كل ده ليا وهم اللي بيلبسوا احسن منك في ايه طب ده انت حتى لما بتلبسي وبتدلعي بتبقي ولا بنت 14 عشان تبقي عارفه انا لسه هجيب لك صيغه عشان ما تحضري فرح ابنك تبقي على سنجة 10 سمعينا بقى زغروطه يا عم والنبي نفسي زغرت لك انت كمان يا دولت هيحصل هيحصل قريب إن شاء الله إلا أقول يا إيهاب الشيك القديم بتاع مستحقات الشركة عند وزارة التربية هيوصل إمتى؟ أصل دي بيه بيسأل عليه عندي يا نسا دولة بس مش لما يجي دي بيه الأول ده من ساعة آخر مرة جه الشركة وهو ما جاش خالص لا ما هو دي بيه عايزك تصرفه وتسلمه له على طول وهو الباشا هيتكلم إمتى يا نسا دولة طب استاذن انا استني بس ما رديتيش على سؤالي عشان سؤالك ما يهمنيش وما يهمكش انت كمان طب ايه رايك بقى لو قلت لك ان ضيا بيه كلمني انا كمان وقال لي سلمني على دولة كتير قوي وسلمني من هنا ومن هنا وخليها تسلمك مفاتيح الشركه انت كان مفاتيح بقى ده يا بيه قال لك انا اديك مفاتيح الشركه بأمارات ايه لا من ناحيه الامارات الامارات كتير قوي اول حاجه بأمارات العربيه اللي راكنه في كراشه ابو علم ومكتوبه باسم البرنسيس الثانيه بقى بأمارات العربيه اللي خرجت من الجراش وسيئه جريش الاسكندراني بتاع بدر حمام وما كانش فيها ضيابي زي ما انت قلتي خدي بقى الكبيرة ضيا بيه حصلت له حادثة ايه؟ ما رديتيش يعني ولا قلتي ولا العجات دي واللي ثبت الشك جوايا بقى ان انا لقيت اللي اسمه جريشة ده بيركن العربية في جرش بعيد قوي وفجأة لقيت بدر حماده داخل علينا قال ايه بياخد مننا البضاعه هو ويوزعها مع ان احنا طول عمرنا زي ما انت عارف احنا اللي بناخد منه البضاعه واحنا اللي بنوزعها شفتي بقى اشك ولا ما اشكش طب وانا ذنبي ايه في الموضوع ده تهمتي ايه عايز اعرف اتهمك ده ايه فاشر انت بس بتلعبي لعبه خطيره قوي انت وبدر حماده فاكراه طبعا بدر حماده ها بدر حماده انتوا كنتوا انتوا الاتنين كده سوا ها فاكرة لما قفشتكوا في الشاليه بتاعه وواجهتك؟ ما تاخذنيش يعني ها؟ ولا ايه رايك؟ يعني انت شايف ان انا عملت مؤامرة؟ طبعا والمؤامرة انت وبدر حمادة مؤامرة حتة واحدة؟ طب شوف بقى يا سيدي اللي انت شايفه من وجهة نظرك مؤامرة من وجهة نظري انا هدفها ان انا حافظ على الشركة عايز احافظ على الشركة واقول للموظفين ان ضيا بيه لسه قاعد على الكرسي وبيؤمر عشان لو حسوا غير كده الشركة هتبقى فوضى وانت عارف الشركة دي اللي بتأكدنا الماما انا وانت وفتحة بيوت ناس كتير قوي غيرنا وحب اقولك كمان ان اللي بيني وبين بدر حمادة حاجة تانية خالص غير اللي انت فاكرها طب والحادثة اللي حصلت للباشا بتاعنا ظروفها ايه معك؟ هبقى احكي لك عليها بعدين انا بس حابة اقولك دلوقتي ان مفيش اي علاقة بيني وبين بدر حمادة غير الازمة اللي انا لسه حكيها لك دلوقتي عشان كده انا بحذرك تشيل خالص الموضوع اللي معشعش في دماغك ده ان انا وبدر حماده في الهوا سوا انا بنت متربيه ومحترمه مش زي الاشكال اللي انت تعرفها ولو في حاجه غلط جت في دماغك يبقى الغلط عندك انت يا عبيد